منذ أكثر من 13.7 مليار سنة حدث شيء لا يصدق. The Big Bang، اللحظة اللي تولد فيها المكان والزمن، بداية الوجود المتوسع باستمرار، واللي كنطلق عليه اللفظ ديال الكون. أي حاجة كنقدروا نلمسوها أو نشعروا بها أو نقيسوها أو نكتشفوها هي الكون، بدءا من أصغر الجسيمات إلى أكبر الهياكل في الكون. وحتى وجود المكان والزمان والطاقة والحياة، بداية الكون هي اللي بدأ بها كل شيء. بطريقة ما احنا واحد جزء صغير من هذا الكون، كنحاولوا نفهموا أنفسنا وكنحاولوا نفهموا الكون نفسه. المشكل أن عقلنا محدود، لأننا كنبقاو إنسان والوجود اللي كاين في الكون كيفوق بزاف هاد العقول اللي عندنا احنا كإنسان. لطالما الإنسان هز عينين للسما حاول يفهم مزيان فين هو وفين عايش والمكان ديالو وسط هاد الكون، ورغم محدودية العقل ديالنا قدرنا نوصلوا لواحد التصور إلى ما هو الكون، لأنه ملي كننظروا إلى المجهول كنلاحظوا العجائب اللي كيقدمها هو لنا. استطاع الإنسان أنه يكتشف أشياء غير عادية في الكون وهو من مكانه في الأرض. والسؤال اللي كان كيطرح الإنسان على مدى التاريخ هو كيفاش نغادروا كوكبنا الأزرق ونستكشفوا أبعد مسافة من الكون يقدر العقل ديالنا أنه يوصل لها. إذا بغيتي توصل لأبعد نقطة خاصك تنطلق من المكان اللي كتوقف فيه على رجلك. الأرض عالم لا مثيل له، المكان الوحيد في الكون المعروف اللي مؤكد أنه يستضيف مخلوقات ذكية واللي كيستضيف الحياة، على الأقل إلى حدود هذا الوقت اللي خرج فيه هذا الفيديو. توجد الملايين والملايين من الأنواع المختلفة من الحياة على سطح هذا الكوكب الديناميكي، ولكن توحد ما غير من منظرها الطبيعي إلا البشر. من هذا الفيديو اللي كتشوف دابا من السهل أنك تشوف النشاط البشري، ومن هذا الموقع من المرجح أنك تشوف المباني ديالنا وطرقنا وحقولنا الزراعية اللي هي دليل على وجودنا لمئات أو آلاف السنين القادمة. ولكن كل ما زدنا إلى أعلى من هذا الكوكب، إلى أعلى وأعلى من أي وقت مضى، كيبان لنا أن كل ما نحن عليه وكل ما صنعناه كيبدا يصغر شوية بشوية. من هاد الفيو اللي وصلنا ليه غيكون من الصعب عليك أنك تشوف واش كنا موجودين على الإطلاق. يمكنك ترجع تاريخنا بالكامل إلى هاد الكتلة الزرقاء الكروية المنفردة. هذا هو المكان اللي عاش ومات فيه مليارات من البشر، وفيه غيتولدوا المزيد من المليارات. هذا هو العالم اللي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لنا. مات الإنسانية، غير هو اللي بغيت تمشي لأبعد نقطة في الكون خاصك تخلي كل هاد الشيء يذكرناه موراك باش تسافر إلى أبعد مما سافر إليه أي إنسان من قبل. في الرحلة ديالك كنت غالي غتعبر على القمر، أقرب الجيران للأرض، موراها تخطى المدارات ديال الكواكب المجموعة الشمسية. حاليا نحن كنتجه نحو الفراغ، وهو الفضاء بين النجوم، أي المنطقة اللي واقعة بين النجوم. غدوس في الرحلة ديالك على نجمنا الرائع اللي كيدفئ البحار ديالنا، اللي كيحرك لنا الغلاف الجوي ديالنا، واللي كيعطي الطاقة للنباتات الخضراء المتنامية
اللي كتوفر لنا الأكسجين للحياة. مع الابتعاد ديالك كيولي هاد النجم ديالنا اللي فرحانين به مجرد نجم صغير من بين المليارات النجوم اللي كتبان لك. بزاف ديال النجوم المألوفة لنا في سماء الليل كتقدر تشوفها من دون تأثر بالغلاف الجوي للأرض، وبعيدا عن التلوث الضوئي للمدن كتشوفها حاليا بحال شي صبورة سوداء وبديتي تدير فيها النقاط ملونة بالطباشير، مع العلم أنه ما تراه حاليا مجرد زاوية صغيرة جدا من مجرى ضرب التبانة. بعض هاد النجوم عندها كواكب خاصة كتدور عليها واللي كنطلقوا عليها اسم الكواكب الخارجية إكزوبلانيت. يقدر البعض منها أنه يتمتع بالظروف المناسبة للحياة، ولكن كيبقى الإشكال كيفاش غتوصل لعندها بهاد المسافة الشاسعة. فمجرتنا ضرب التبانة واسعة بشكل لا يمكن تصوره. سحب هائلة من الغاز والغبار، بالإضافة إلى مئات المليارات من النجوم والكواكب والأقمار موزعة على مساحة 100,000 سنة ضوئية. وفي أعماق هذا الانتفاخ اللامع كيختبئ وحش أسود الكتلة ديالو هائلة، سوبر ماسيف بلاك هول، ثقب أسود عملاق في قلب مجراتنا ضرب التبانة. من هذا الموقع كيمكن لك تشوف الحجم الهائل للمجرة اللي كنسميوها وطننا، وعلى الرغم من أنها كبيرة بشكل لا يمكن تصوره بالنسبة لنا، إلى أنها مجرد قطرة داخل محيط من المجرات الموجودة في جميع أنحاء الكون اللي فقط يمكن ملاحظته. كل نقطة من هذه النقاط المضيئة اللي كتشوف دابا هي مجرد مجرة أخرى كتسبح بمليارات النجوم والكواكب والغبار والغاز. إلا بغيتي تجوب مجرة ضرب التبانة بسرعة الضوء أي خصك 100,000 سنة ديال الوقت. فتصور أن كل نقطة من هاد النقاط اللي كتشوف دابا هي مجرات أكبر بأضعاف مضاعفة من ضرب التبانة. من هذا الموقع هذا ولات كتبان مجرتنا ضرب التبانة مجرد نقطة باهتة أخرى تنضم لأخواتها. معظم هذه المجرات اللي كتشوف دابا كتخفي ثقب أسود عملاق هائل في المركز ديالها، والبعض من هذه الثقوب كتندمج مع بعضها مما كيشكل لنا رقصة كونية ديناميكية من الجاذبية المتفاعلة. فين احنا حاليا من هذه المسافة؟ صعيب اصلا انك تحدد فين هي ضرب التبانة، ولا لقيتي ضرب التبانة صعيب اصلا انك تحدد مجموعتك الشمسية. من هذا المنظر المذهل هتلاحظ ان الكون ليس مأهولا بالسكان بشكل متساوي، وعلى العكس يمكن لك تشوف فراغات فارغة كبيرة بين مجموعات كثيفة مربوطة، فراغات سوداء كتمتد الملايين السنوات الضوئية. يمكن لك تشوف أن هذه النقاط اللي سميناها مجرات موزعة بشكل منظم للغاية وماشي مخربقة، بل كيشكلوا بعضهم البعض شبكة كونية رائعة. هذا جزء صغير جدا من الكون المرئي، صفحة واحدة من قصة عمرها 13.7 مليار سنة كتنتشر أمام عينيك حاليا. كنقلبوا على حافة الكون ياك؟ إذا بغيتي حافة الكون خصك تسافر مليارات السنين الضوئية إلى البلاصة اللي بدينا فيها الرحلة ديالنا.
السبب علاش رجعتك الى الوطن ديالك هو انه بقدر ما اي عالم فلكي يقدر يقول لك، فراه لا توجد حافة للكون، كاين فقط حافة للكون اللي يمكن الانسان ملاحظته، وهو اي حاجة من الكون كيمكن لك تشوفها بعينيك من الارض، وهي منطقة كبيرة لا يمكن تصورها، كتمتد 93 مليار سنة ضوئية من الفضاء الآخر في التوسع. داكشي كامل اللي اكتشفناه كنقدروا نشوفوه باستخدام تلسكوبات قوية من الأرض، لأننا كنكونوا قادرين أننا نشوفوا الضوء الصادر من هذيك الأجسام. وبالتالي كنطرحوا سؤال، كيفاش عرفنا هادشي؟ هادشي ماشي حنا اللي مشينا عنده، بل هذيك الأجسام هي اللي صيفطت الضوء ديالها. تخيل أنه كاين أجسام للضوء ديالها بقات 8 مليار سنة باش يوصل لنا، وملي كنشوفوا هذاك الجسم فراه كنشوفوا الصورة ديالو قبل 8 مليار سنة، وبهذا نحن تحت رحمة الضوء أنه يوصل لنا. ولذلك كنت قلت لك أن العقل الإنسان محدود، فهو تحت رحمة هذه الأجسام أنها تصيفط الضوء ديالها. إحنا ما كنسافروش عند الحاجة كنوصلوا لها، بل إحنا من الأرض، الضوء ديال الحاجة هو اللي كيوصل عندنا. هذا جواب ديال السؤال كيفاش عرفنا هادشي، على الرغم من أنها بعيدة بمسافات ساحقة. ولكن الضوء عنده واحد السرعة كونية محدودة، وبالتالي كاين مور هاد الكون المرئي اللي وصل الضوء ديالو شفناه، واحد المكان آخر اللي مازال الضوء ديالو لم يحصل على الوقت الكافي باش يوصل لنا. ملي كرصتو واحد المجرة بعيدة كتبعد علينا ملايين السنوات الضوئية، فراه كما قلت لك كتشوف الصورة ديالها كما كانت منذ ملايين السنين، ماشي كما هي اليوم. لذلك كل ما شفتي بعيدا في الفضاء، كل ما رجعتي بالزمن للور، وكل ما شفتي أبعد وقت ممكن في الكون. ولا عندك الآليات الممكنة غتوصل إلى أول ضوء حدث بعد الانفجار العظيم ب 380 ألف سنة. على الرغم من أنها ليست حافة مادية، إلى أنها حافة الكون ديالنا المرئي. هذا هو الشفق الناتج عن البيج بانك، الانفجار العظيم، والتي تسمى الخلفية الكونية الميكروية، The Cosmic Microwave Background، اللي هي أبعد نقطة في الكون يمكن رؤيتها من الأرض. ولكن اللي ما كنعرفوش هو حجم الكون الحقيقي اللي يمكن أننا نلاحظه من الكون بأكمله. يقدر هو أيضا أنه يكون مجرد بقعة صغيرة من مساحة أكبر بكثير. باش تفهم الأمر، كأنك هز واحد المصباح ضوئي وكتركز على واحد المكان اللي كتوقف فيه، كيمكن لك تشوف فقط الحافة ديال دائرة الضوء، وممكن لك تشوف أبعد منها. من المستحيل حاليا معرفة ما هو خارج دائرة الضوء الكونية، ورغم ذلك يعتقد العلماء أن داكشي اللي ما كنشوفوش كيخدم بنفس القوانين الفيزياء، وكتهيمن عليه تريليونات ديال النجوم والمجرات والعناقيد. كيستمر الكون الغير قابل للرصد أو الكون الغير مرئي إلى ما لا نهاية من التوسع في كل اتجاهات. البشر كيخرج العديد من النظريات المختلفة حول الأمر، ولكن الحقيقة هي أنه اللغز لم نحله بعد. هذا لأن العقل البشري صغير جدا مقارنة بالكون اللي كيعيش فيه، مقارنة ديال الحجم. كندعوك أنك تفكر فيها.